تنضم إلينا الخرطوم رئيسة تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية رشا عوض. أهلا بك أستاذ رشا، ولكن اسمح لي أولا أن نستمع مع المشاهدين إلى أبرز ما قاله منذ قليل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك. تشكيل الوزارة الجديد اعتمد على عدد من المعايير، من التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية والتجربة، الالتزام والوعي السياسي بتحديات المرحلة، ومعايير الالتزام والاستقامة إلى آخره. تم التوافق على 25 وزارة وإرجاء وزارة التربية والتعليم للمزيد من التشاور. القائمة شملت وزارات جديدة يعني حصل فيها، قسمنا بعض الوزارات، والمعيار اللي مشينا فيه في المسألة دي هو التركيز على جانب الاقتصاد والإنتاج. والأهم من كل ذلك قيام المجلس التشريعي الانتفاضي، برضو حددنا له تاريخ 25 فبراير. ضرورة قيام المجلس التشريعي يعني أشياء كثيرة جدا: تحصين الفكرة الانتقالية، المساهمة الفعالة في معالجة التحديات. نعود من جديد لضيفتنا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التغيير الإلكترونية رشا عوض. كل هذه الأمال أستاذة رشا اليوم تم بثها من قبل رئيس الحكومة بعد تذليل العقبات، وتبقى عقدة وزارة التربية بالغة التعقيد. بدءا التحية لك والتحية للمشاهدين الكرام. الحكومة تم الإعلان عنها وهي أمامها كثير من التحديات. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري كانت هناك خلافات حول هذه الوزارة، فكانت هناك آراء من نقابيين ونشطاء في مجال التعليم ينادون بأن يكون تولي هذه الوزارة على أساس مهني وعلى أساس التوجه إلى إصلاحات جذرية في التعليم وتغيير المناهج، وأن لا تخضع هذه الوزارة كغيرها من الوزارات للمحاصصات الحزبية. وهناك من يطالبون ببقاء الوزير الحالي في منصبه، ولكن دارت أيضا معركة حول مسألة تغيير المناهج. وفي هذه المعركة بدأ أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لم يؤيد كل ما فعله الوزير الحالي محمد اللمين التوم، وجمد العمل بالمناهج التي تم تعديلها. فالوزارة أصلا مثار جدل، لأنها مرتبطة بقضية حساسة من قضايا التغيير، وهي قضية المناهج التعليمية. بالتوازي مع المناهج التعليمية تبقى الهواجس الأمنية، والوزارات اليوم التي قد تكون سياسية أو تكون أيضا وزارات أمنية حساسة. ماذا يعني هذا التوافق إن كان على وزارة الدفاع أو حتى وزارة الداخلية؟ هذه الوزارة الدفاع ووزارة الداخلية أساسا الذي يختار لها الوزراء هو المكون العسكري في الحكومة الانتقالية، ويتم طبعا التشاور مع مجلس الوزراء، ولكن الاختيار أساسا يأتي من المكون العسكري. وهذه القسمة حدثت منذ الوثيقة الدستورية أن كل ما يتعلق بقضايا الأمن والدفاع وحتى قضايا إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية ترك في أيدي العسكريين، هم من يحددون فيه السياسات والإصلاحات ويتخذون فيه القرار. أهمية اليوم المجلس التشريعي الانتقالي الذي كررها ثلاث مرات في كلمته رئيس الوزراء إثر إعلان تشكيلته الحكومية وأسماء الوزراء 25، ماذا تعني اليوم هذه التوافقات المتصلة بالمجلس التشريعي الانتقالي ودقة المرحلة السياسية؟
لو تم الالتزام بتشكيل المجلس التشريعي في موعده فهذا سيكون اختراق ونجاح كبير، لأن هذا المجلس الآن هو كعب أخيل الفترة الانتقالية. هناك انتقادات كبيرة جدا لأن سلطة تعمل من أجل الانتقال الديمقراطي، كيف يغيب فيها البرلمان الذي يمارس دور الرقابة والمساءلة؟ المجلس التشريعي تأخر كثيرا، ولكن تشكيل المجلس التشريعي بالمقارنة مع أن تشكيل الحكومة التي تضم 25 وزيرا تأخر لأربعة أشهر، فيتساءل الكثيرون كم سيتأخر المجلس التشريعي الذي سيضم 300 عضو. فالمجلس التشريعي حقيقة تحدي كبير، ولكنه فريضة كبيرة جدا. من التأخر الآن عن الأسماء كان مرتبط اليوم بتمثيل كل المكونات السياسية، المجلس التشريعي أيضا يفرض هذا التمثيل المتصل بالمكونات السياسية والاجتماعية أيضا في الأقاليم. طبعا المجلس التشريعي يجب أن يكون مرآة تعكس التنوع السياسي والعرقي والثقافي والمناطقي في السودان، لأن هذه الفترة الانتقالية تدار بالتوافق، ولا يمكن تحقيق التوافق دون التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع. ولكن هناك أيضا مخاوف من أن تشكيل المجلس التشريعي لا يراعي التنوع السوداني على اتساعه، وتسيطر عليه الجهات السياسية المسيطرة على الفترة الانتقالية، لأن هناك أيضا اتهامات لأن الاختيار يكون على أساس محاصصات حزبية، وأن التشاور لا يكون على نطاق واسع. فالمجلس التشريعي ينتظر أن يعالج كل هذه المآخذ والعيوب في اختيار الممثلين. ماذا تعني المواقف التي تم يعني بثها منذ توقيع الوثيقة بشأن صراع المناصب المتصل بهذا البرلمان الانتقالي أستاذة رشا، ولفت إليه بطريقة غير مباشرة حمدوك في كلمته؟ لو سمحت لم أسمع السؤال. صراع المناصب الذي تحدثت عنه بشأن تأخير التشكيلة والمتصل بالمجلس التشريعي منذ توقيع الوثيقة اليوم، كان هنالك مخاوف وتساؤلات متصلة بهذا التمثيل، وربما أيضا صراع المناصب الحاصل في الأقاليم المختلفة، كيف يمكن تجاوز أيضا هذه العقدة؟ طبعا هذه عقبة كبيرة، عقبة صراع المناصب، والمفترض أن هذه الفترة الانتقالية هي فترة لتجهيز البلاد لانتخابات عامة حرة نزيهة في نهايتها، وبالتالي الذي كان متوقعا من القائمين على أمر هذه الفترة ألا يكون الصراع بهذه الحدة على المناصب، ولكنه على كل حال حدث، وهذا من عيوب السياسة السودانية والسياسة في المنطقة عموما، أن صراع المناصب يطغى على كل شيء. ولكن هذه المناصب ليست من نصيب الشعب السوداني بوضوح، هي من نصيب الشعب السوداني، وربما العقدة الأكبر هي توزيعها على كيانات حزبية وسياسية. هو في البداية كانت الفترة الانتقالية أعلن قوى الحرية والتغيير أعلنت أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات، وأن لا وجود للمحاصصات، لمبدأ المحاصصات الحزبية، ولكن تم التراجع عن هذا الالتزام، وحدثت بالفعل المحاصصات الحزبية عندما تم توقيع اتفاق جوبا للسلام. أقرت المحاصصة بشكل صريح، والآن الحكومة التي تشكلت هي حكومة محاصصات حزبية بين أطراف السلام، ممثلين في الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير. أيضا كانت الترشيحات التي رفعت بها على أساس توزيع المناصب والحقائب الوزارية على الأحزاب المختلفة، والصراعات حول ذلك هي ما أدت إلى تعطيل الإعلان عن الحكومة كل هذه الأشهر. المهم الآن، والحكومة تشكلت،
نتمنى أن نرى تنفيذ برنامج معين، البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وقال أن هذا البرنامج سيتم التوقيع عليه من قبل الوزراء الذين تم تعيينهم. نتمنى أن يكون الجدل في المرحلة المقبلة حول كيفية انتشال البلاد من الأزمات الخانقة التي تحيط بها وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية.